اسعد الله مساكم كل خير. اليوم اخر يوم لنا في مامايا في منطقه كونستانت، بكره ان شاء الله طالعين انفارنا في بلغاريا. الاسئله اللي تجيني عن رومانيا واهم الاماكن السياحيه في رومانيا راح انزلها لكم اخر يوم لنا في رومانيا، لان راح نرجع رومانيا ثاني مره، لكن اليوم راح انزل لكم تقرير عن كونستانت وعن مامايا واهم المناطق اللي فيها. اليوم ان شاء الله ماخذين جوله حره، راح نطلع الى نصل حدود كرواتيا، عفوا حدود اوكرانيا، وراح نشوف الاماكن الساحليه الى بعض المواقع اللي هناك ان شاء الله. مساكم الله بالخير. في طريقنا وقفنا عند قرية أو مدينة بابا داغ، يتميز فيها هذا المسجد من أقدم المساجد في رومانيا، بني أثناء الفتوحات العثمانية. كلمة بابا داغ كلمة تركية وتعني جبل الأب، بابا يعني الأب، داغ الجبل، هذه في اللغة التركية. بقي اسمه من الوقت العثماني إلى الوقت الروماني الآن، وهي تطلق بهذا الاسم بابا داغ. من مدينة توليسيا أهلا بكم. مدينة تقع على ضفاف نهر الدانوب في أقصى الشرق الروماني على حدود أوكرانيا. في تونس يعتبر نهر الدانوب القلب النابض للمدينة، حيث تقع عليه الكافيهات والمطاعم وأفضل الفنادق. هنا يعتبر كمزار سياحي في الويكند وتجمعات أهل المدينة فيها. في رحلة بالقوارب لمدة ساعتين تمر بك على بعض الجزر وعلى بعض المناطق فيها صيد سمك، لكن للأسف باقي تقريبا 40 دقيقة على غروب الشمس، قالوا انتهى النهار، تعالوا بكرة. من ساحة مدينة توليسيا أنا بحثت ودورت، ما حصلت أحد سبق ونجاها وغطاها، لكن بعد ما سألت هنا الكشكات والمقاتل أهم ما يميزها اللي هي الجولات السياحية، الجولات البحرية على نهر الدانوب تقريبا من 9 الصبح إلى آخر النهار، تقريبا 300 ريال، وأقل من 300 ريال الشخص، تشمل وجبة غداء وتشمل سناكات وعصير. بس أنا ما شفت فيها شيء مميز، المدينة ما تستحق السكن. فيها الساحة هذه جادعين عيالهم يلعبون فيها، أنا حاطن ولدي هنا يلعب أخر. وش اللي مجلس المدينة؟ هذه سنتر المدينة، هذا المجلس حق المدينة، هذا لا صار رافع رجلينه يعني منكسر، وإذا صار منزل رجليه. أه
في استفسارات تجيني يقول كيف تقول ان مامايا تقفل في غير الصيف. انا سالت الموظف الاستقبال قال لي فتره الصيف فقط شهر 6 و7 و8 الى منتصف 9 تقريبا هي اللي فاتحه فيها المطاعم كشكات الفنادق. يقول بعض الفنادق تفتح لكن ما يجي احد. المنطقه هنا في غير الصيف خاليه، البحر ما حد يجيه. يقول الاغلبيه يروحون لمدينه كونستانت. مدينه كونستانت هي المدينه الكبيره، ومامايا شاطئ من شواطئها لكنها مكتظه بالسياح، وسعرها دائم يكون اغلى من سعر كونستانت. الصرف انا شفت فيه فرق، المطاعم فيها فرق عن وسط كونستانت لانها تعتبر موسميه ثلاث شهور، يحاول يرفعون السعر شوي. الحياه هنا ممتعه الى اخر الليل، بوليفارد ممشى ومطاعم وكافيهات، لان هذه فتره الذروه ثلاث شهور.